المرارة أصلا يا جماعة وظيفتها الأساسية مخزن، مخزن جميل للعصارة الصفراوية، جميل تمام. جميل المخزن ده كل وظيفته إنه بيخزن العصارة دي ويركزها في المرارة عشان تستخدم في عمليات هضم الدهون. جميل إذا العصارة الصفراوية اللي موجودة في المرارة دي وظيفتها هو هضم جميل الدهون بتاعتنا لا أكثر ولا أقل، هاضمة بس لا أكثر ولا أقل. جميل طيب إيه اللي يخلي الحصوات دي تتكون أو إيه اللي بيحصل؟ بالظبط ممكن نقول هو أول حاجة بس عشان نبقى فاهمين للناس، العصارة الصفراوية دي بتتكون من مية وكوليسترول وأملاح وفيها بعض الصبغات، تمام. جميل طيب ممكن نقول إزاي تتكون عندنا حصوة، تمام. بالظبط طيب أول حاجة ممكن تسبب من أسباب تكوين الحصوات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ده له أسباب كتير جدا، ممكن يكون السن المتقدم شوية، ممكن تكون السمنة، ممكن جميل تكون أكلات الدهون اللي احنا دلوقتي بقينا اللايف ستايل بتاعنا هو إن احنا بناكل فاست فود على طول، ما شاء الله تمام. فيبتدي نسبة الكوليسترول دي تزيد في العصارة، تبتدي تتركز حوالين نفسها أملاح الكوليسترول فبتكون عندنا الحصوة. جميل طب ده أول سبب. طيب ثاني سبب ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون إن في عدوى بسيطة أو بكتيريا بسيطة دخلت جوه المرارة، تمام، جميل كونت حصوة حواليها وتكون حصوة داخل المرارة. طيب جميل ثالث سبب وبعض الناس يعني بتغفل عن السبب ده شوية، ان هو تكون سرعة حركة العصارة الصفراوية من المرارة للاثنى عشر او من المرارة للأمعاء عشان تقوم بعملية الهضم، السرعة دي بتبقى بطيئة شوية. طب جميل بتبقى بطيئة شوية ازاي؟ المفروض ان احنا لما بناكل اكل فيه دهون المرارة بتنقبض تنزل العصارة دي. طيب القباض ده بقى ضعيف شوية. طب ايه اسباب الضعف ده؟ اسباب الضعف ده في حاجتين. اول حاجة ان هي ممكن تكون اسباب خلقية جينية، يعني احنا جميل مولودين كده ما نقدرش نقول ايه السبب. جميل الحاجة التانية ودي الاهم، زيادة نسبة الهرمونات خصوصا هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين ده بيزيد ساعات في الحمل، ساعات بيزيد بعد الفصل بتاعنا، يعني بيزيد مثلا في نسبة سن اليأس. الحاجة الأهم حبوب منع الحمل، ودي جميل ناس كتير جدا بتغفل عنها، إن حبوب منع الحمل من أحد أسباب زيادة هرمون الاستروجين وبالتالي بتزود نسب إن المرارة تكون حصوات. فدي ببساطة دي أسباب تكوين حصوات المرارة. طيب